أنا والله كنت رايح الحديقة، فكنت كان صلاة المغرب توها مخلصة. طبعا الحديقة بعيدة عن بيتكم. إي بعيدة. إي نعم. فصليت بهم إمام. ما شاء الله تبارك الله. تفاجأت طبعا بعد الصلاة إنه ينتظرك الأخ اللي صور وكذا. إي نعم. طيب إيش رأيك إحنا بناخذ اتصال مع اللي صور؟ فهمان؟ تستقبل اتصال ولا؟ تفضل. لا تفضل أنت. طيب مين معانا يا جماعة؟ أعطوني الأخ اللي صور، شو اسمه؟ عبد القادر، السلام عليكم. وعليكم. أسعد الله مساك يا أخ عبد القادر. حياك الله يا مرحبتين والله. بارك الله فيك. أول سؤال، إيش اللي خلاك تصور؟ أولاً أشكركم صراحة، أشكر قناة المجد على المبادرة الطيبة صراحة وتشجيع الأشبال. ثاني طول العمر صراحة دخلت المسجد كما ذكر الأخ، إن احنا فوتنا صلاة الجمعة فأدركنا صلاة الجماعة الثانية. يوم دخلت المسجد وجدت الطفل هذا الصغير الساجد الشبل علي عبد السلام ساجد. في يوم شفته صغير تخوفت إن يكون ما يحسن القراءة أو ما يعرف الأركان الصلاة. صحيح. في كل الصلاة فيها خلل، فقلت خلني بصلي وروحي أروح أصلي هناك. لكن لما قام الرجال يقرأ الفاتحة أنا والله صعد ما شاء الله تبارك الله من جمال الصوت، فرجعت فترددت أصور ما أصور. لكن لما شفت بدأ في صورة الواقعة صراحة صورت، كنت محرج من الناس فصورت المقطع ولحقت على الركعة، سكرت الجوال ولحقت على الركعة. فاجأت كمان الشيء الثاني أن في ناس كانوا جالسين فوق الكراسي يسولفون. بعد الصلاة قالوا كنا أصلا منتظرين يخلص الرجال ونسلم عليه وكنا نسمع الصوت. ما شاء الله تبارك الله. صراحة عجبني حسن الصوت مع حسن الأداء. هنيئا له ولكم، صراحة مبادرة جدا جميلة منك أخ عبد الرحمن عبد القادر، يعطيك العافية شكرا لك. يعني مبادرة جدا جميلة أنه تشجيع مثل هذه المواهب. يا جماعة الخير هذه المواهب تستحق منا الإشادة، هذه المواهب تستحق منا التشجيع، تستحق منا النشر. شوف يعني بعض الناس يعني ويعذرون على الكلمة دي، أنا ما ودي أقصه كثير، دائما يتكلمون الناس أنه يعني كثير إحنا يعني جعلنا من السفهاء ومن الناس الفارغين مشاهير. يعني مثل هؤلاء ما شاء الله تبارك الله الأبطال، هذول اللي يستحقون التشجيع، هذول يستحقون الإشادة، النشر لهم كذلك، مقاطع لهم، تشجيعهم على المستوى الشخصي كذلك. أنا عجبني موضوع تقول لي الكبار اللي جالسين في الكراسي ينتظرون بس يخلص يسلمون عليه.